أنا ابتديت في كلية الفنون في لندن في نهاية الحرب العالمية الثانية. بعد واحد لازم يمشي لكلية التربية بتاع جامعة لندن عشان يعمل سنة في تدريب التربية. هنا في هذا كلية التربية قابلت الدكتور عبد الله طيب. في طريق شنو؟ كان معي اثنين زملاء في قسم الفن، واحد اسمه جمال مبارك، الثاني اسمه عبد الرازق عبد الغفار. عبد الرازق عزمني غدا في الداخلية بتاعتهم. اليوم اللي عزمني غدا ده كانت صدفة عيد ميلادي 21، فعرفني بعبد الله الطيب وابتدى يتكلم معي وانا عليه وسنونه جميل ده، بس كنت يعني معجب بيه من اول يوم. شهر 6 سنة 1950 قمنا من بركن هيدا اللي هي جنب ليفربول، أنا والدكتور عبد الله في سفينة اسمها واريك كاسل من البيبي لاين. لما عرفت عبد الله أنا يعني جاري وراه سنتين، حتى بعد سنة 48 طلعت عشان يزودني، ومش يزودني بطريقة سرية في مكتب بتاع تسجيل في برا من لندن. وبعد كم يوم حتى حدثت أبوي صببت دموعا يشهد الحزن لأنها أتت من فؤاد بالكرام متيم وليس له من ذات. تعلم بعض هذيك العافية إن شاء الله، أنا أشوفك لما تكبر كبير زي وردي. وردي وردي فنان لك. وأنت فنان، أنت فنان وشيخ نابل. إذا ما عبد الله مش اي حاجه، مش معضله من غير اي، من غير تعملي فيلا، من غير معضله مش اي حته، اي حته. جيت هنا سنة 50 كان العيد الكبير، الفلوكه قد محل كنا قبل جنب المدريه، وهي اتقطعت لغايه الجزيره وكان شربت مويه. بعدين كان معنا جيلاني قال لعبد الله يا عبد الله بطريق لي المركب ليها غرق، وناس حيقول من سنة الغرق الحواجية في الدامة. كل المدرسين بتاع المدارس الوسطى بيطلع من هنا. عبد الله كان بيحب جدا نادي الزوارق ده، كان بيحب يطلع بالشراع او يمشي بهنا وهنا، وكان بيحب الصباح كمان، انا ذاتي بحب الصباح ليوم الليله. يا ليلو هي جامعة خرطوم بالنسبه انا وعبد الله طيب دي حياتنا، دي يعني دي اكثر حياتنا عشنا في جو بتاع الأكاديمية والجو السياسي وجو المقالب والمأساة والمجد بتاع جامعة خرطوم طول حياتنا.